مشاهدي قناة الأهلي، أهلا بحضراتكم. لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة، وفي هذا الحوار أو من خلال هذه الفقرة هنتكلم عن حاجات فنية كتير جدا ونقاط فنية متعلقة بما هو متوقع من الأهلي في المباريات اللي جاية، الانخراط مباشرة في مباريات الدوري العام والدخول بقوة في العودة إلى الصدارة. الأهلي الحمد لله بيتمتع الآن بكل نقاط المباريات اللي خضها حتى يومنا هذا، والعلامة الكاملة من كل نقاط المباريات السابقة وكل مباريات الدوري حتى يومنا هذا، وعندنا أرقام قياسية جمهور النادي الأهلي بيحلم بتحقيقها هذا الموسم مع استقرار الأمور فنيا ومع تركيز فايلر وجهازه المعاون ونجومنا ولاعبينا في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وأيضا الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بمسيرة الأهلي وتأهله إلى السيمي فاينل أو قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم، والجولات القادمة ومباراتي الأهلي والوداد واللي هتبدأ من المغرب. شوط هذه الجولة شوطها الأول هيبدأ بالمباراة الأولى أو مباراة الذهاب في المغرب. خلونا نتكلم ونطرح تفاصيل كثيرة جدا ونسأل عن كل الأمور الفنية وردود الأفعال في الشارع الأهلاوي، وأيضا رأي الكثير من الخبراء والمحللين ونجومنا السابقين في الكرة المصرية والنادي الأهلي. خلوني أرحب في بداية هذا الحوار بالكابتن حمادة مرزوق. مساء الخير يا كابتن حمادة وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ محمد، إزي حضرتك؟ عايز أبدأ مع حضرتك برأيك بشكل عام في أداء الأهلي في المباراتين وبشكل خاص مباراة العودة، مباراة بريتوريا مع سان داونز. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن ماتشين سان داونز سواء المباراة الأولى أو المباراة الثانية اتعملوا على أحسن ما يكون، واتنقلهم أفضل تشكيل، وخصوصا الماتش الثاني الناس كانت مركزة بشكل كويس، الجهاز الفني كان مركز بشكل كويس قوي، قدروا يكسروا حاجز القلق من فرقة سان داونز وقوتهم. الماتش اللي كان برضو قبل كده مأثر شوية نفسيا، عايزين يكسروا الحاجز ده، انكسر الحاجز بشكل كويس. الأهلي قدم عرض جيد جدا في استاد القاهرة، في استاد القاهرة يعني إلى حد ما كانت نتيجة معقولة، ريحت شوية النادي الأهلي وقدر يلعب بثقة في الماتش الثاني، قدر يوصل في الماتش الأولاني بشكل مكثف وخصوصا في التايم الثاني. يعني لو حضرتك تفتكر ان التايم الاولاني كان فيه شويه توتر والناس استعجال شويه، الفريق استعجال ومستعجل على واعصاب مشدوده شويه، اكيد اتقال كلام ما بين التايمين، اختلف الوضع في التايم الثاني، قدروا اللعيبه تهدي نفسها بشكل كويس، قدروا يوصلهم وجابوا جونين فرقوا كتير جدا في الماتش الثاني. طيب الماتش الثاني في ناس كتير جدا مبسوطة، ردود الأفعال فايلر الجهاز المعاون كل المسؤولين في النادي الأهلي، الجماهير سعيدة جدا بالتأهل، وبنسمع جدلية طول الوقت يا كابتن حمد مع التأهل ومع السبق في التهديف ومع كمية الفرص اللي أضعناها اللي كان ممكن تعمل لنا سكور قياسي في التلت ساعة الأخيرة من المباراة أمام سان داونز. ناس مبسوطة جدا بتقول فايلر طول الوقت بيبين إنه مدرب كرييتيف، عنده رؤية، عنده فيجن، عنده تصور وعنده تجديد أو ابتكار في كل مباراة حتى في التغييرات أو في التشكيل اللي بيبدأ بيه، وناس تانية بتحلم بثبات التشكيل ما بين الروتيشن أو تدوير اللاعبين اللي فايلر والجهاز بيقولوا إنه أهم أسلحتنا حاليا، وبين رغبة الناس في إنها تشوف تشكيل ثابت دايما بيبدأ مباريات النادي الأهلي القوية والمهمة. حضرتك شايف الأمور إزاي؟ بص خلينا نبدأ في الأول إن الماتش الثاني اتعمل تشكيل مثالي، انا من وجهه نظري من افضل العناصر اللي كانت تقدر تادي هو لعب بيها مستر فايلر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو لعب بطريقه معينه بحيث ان هو عارف قوه نادي سان داونز في خط هجومه ونص ملعبه، بيلعبوا عندهم مهاره عاليه جدا، بيقدروا يوصلوا للمرمى بشكل مكثف، عندهم سرعات عاليه جدا، قدر ان هو يقفل الملعب بشكل كويس قوي، قدر ان هو حته ثلاثه في نص الملعب دي فرق كتير جدا مع الفريق، واعتمد على الثلاثي الهجومي اللي هو الاثنين تحت راس الحربه، اعتمد عليهم على سرعتهم لان هو كان بيعتمد على الهجمه المرتده او الهجمات المرتده السريعه جدا، وده اللي نجح فيه فعلا، وقدر ان هو يقفل الملعب بشكل كويس قوي، وقدر ان هو في اخر ثلث ساعه يوصل بتغييراته، وانا برضو يعني هو ذكي جدا في تغييراته لانه قفل الجناب بشكل كويس قوي، وخلاص فتره معينه اخر نص ساعه او اخر 25 دقيقه عرف ان الناس خلاص اتشدت وبداوا يعني يستسلموا للامر الواقع، الدوافع تقل والطموح يقل، فابتدى زق حسين الشحات ويمكن وطلع علي معلول قدام ونزل ايمن اشرف ونزل كمان محمد هاني، قفل الجناب بشكل كويس قوي، ويمكن الناس هجمت حسين الشحات يعني انا شايف من وجهه نظري ان هو عمل نقله كويسه
في التلت ساعة أو 25 دقيقة اللي لعبها. يعني عمل خطورة كبيرة جدا، قدر يوصل، عمل أضاع، لكن عمل شكل كويس للفرقة وخفف بشكل كبير جدا الضغط على مرمى النادي الأهلي. يعني بقى يسحب الفرقة. طب القضية بتاعت الهجوم أو النقد، مش هنتكلم عن لاعب واحد أو لاعب بعينه، احنا بنتكلم عن تيم كله نجوم، والنتيجة نتيجة للفريق كله دايما، لو فيها يعني فوز أو إنجاز بيتحقق بإذن الله بتبقى محسوبة لجهد الجهاز والفريق كله. حضرتك شايف إيه مشكلة اللمسة الأخيرة اللي ممكن، احنا تعودنا من نجوم النادي الأهلي إن الهجمة لما نوصل بالكثافة دي زي ما قدرنا نخترق دفاعات سان داونز بالشكل ده، أنا كان ممكن نخلص الماتش هناك 4-5 في الشوط الثاني. ايه اللي ناقصنا عشان تركيز، ولا محتاجين تسديدات اكتر، مهاره التسديد تتراجع كتير عند اللاعبين ويتمرنوا عليه اكتر؟ حضرتك شايف ايه المشكله؟ لا احنا محتاجين واحد زي عماد متعب. يعني احنا محتاجين فرويد ينهي كل الكلام ده انه يبقى هداف. والاهلي يمكن بيفتقد الحته دي خلال الفتره ديت، انه متحير شويه. يعني الفراوده محيرنا شويه. انما هو في الاول وفي الاخر لو في عندنا راس حرب هداف بيقدر من اقل الفرص ينهي الشكل الكويس للنادي الاهلي والضغط الهجومي بتاعه، هيفرق كتير جدا في النتائج، وهيفرق كتير جدا في السكور في الاهداف. هي دي اللي بنفتقدها. زائد ان احنا برضو في بعض اللعيبه بنحملها ضغط شديد. يعني حسين الشحات بيعمل سرعات وعنده مهاره معينه، لكن هو مش هداف، فالناس ضغط عليه في حته ان هو يعني لا لازم يهدف. اللمسه الاخيره لسه مش موجوده عنده، حته التهديف مش موجوده عنده بشكل كويس. مفتقدين رمضان صبحي، وخصوصا في الفتره الاخيره قبل ما يتصاب. طبعا كان بيعمل فارق في الهجوم كبير جدا، والحقيقه ودور دفاعي كمان مهم في الملعب. وعلى فكره هو كمان طور من ادائه السنه دي، يعني طور بقى هداف. يعني كان الاول بيقعد فترات طويله ما بيجيبش جوان، ممكن يصنع، ممكن يعمل خطوره من ناحيه الشمال لو هو بيلعب في ناحيه الشمال. هو طور اداؤه قبل ما يتصاب بشكل كبير جدا، وبقى هداف وبيجيب جوان. طيب رمضان لاعب مؤثر جدا ومهم جدا في خط هجوم الفريق واحنا مفتقدينه، بس النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دلوقتي كابتن حماده، يعني فكره احتياج الاهلي للراس حربه او لاعب يترجم كل سيطره الاهلي وبناء الهجمات الى اهداف، ده كان بيقال في الفترة اللي فاتت لحد ما أتمينا في يناير الماضي صفقتين هجوميتين المفترض بحسابات كرة القدم أنهم مهمين جدا. أن أنا أتعاقد مع راس حربة سترايكر صريح أفريقي بالمواصفات البدنية للاعب الأفريقي، وأتعاقد مع لاعب عنده خبرات ونجم بينتقل من أندية كانت منافسة لينا بقوة إلى نادي الأهلي هو كهربا، وكمان اللاعب اللي هو عنده الانطلاقات مش بس التهديف وعنده المراوغة. هل الأهلي يعني يكمل أي نقص موجود في منطقة الهجوم بالتعاقدين دول ولا لا؟ الى حد ما يعني. الى حد ما انا شايف ان اللاعب الافريقي باجي انا شايف ان هو هيبقى عنصر مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، لكن يحصل حته التجانس بس وان هو ياخد، لكن هو عنده امكانيات عاليه جدا. ممكن يكون يعني هربت منه الماتش اللي فات، وكانت فرصه كويسه ان هو ياخد ثقه كبيره في ان هو يحط الكره السهله اللي جات له في الماتش الثاني. لكن انا شايف ان هو هيبقى عنصر مهم جدا، وشايف ان هو هيبقى هداف الفرقه لانه عنده كل امكانيات الفرويد الصح، يعني او الفرويد اللي هو مطلوب في الفرق اللي زي النادي الاهلي. فبالتالي هو بس محتاج حته تجانس، محتاج حته ان هو يخش مع الفرقه بشكل كويس، ياخد ثقه شويه. لو بدا التهديف مع الفريق ده ممكن يعلي كيرف اداؤه من مباراه لمباراه جدا جدا. بالنسبه لكهربا هو يمكن بعد نفسه، كهربا من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، دي حقيقه. ويمكن التعاقد معاه كانت حاجه كويسه جدا، واضافه قويه جدا للنادي الاهلي. لكن هو يمكن عطل نفسه شويه، شغل نفسه ببعض الحاجات، ومفترض ان هو يعني موجود في النادي الاهلي التفكير يتغير، السلوكيات تتغير. لازم انا المكان اللي انا موجود فيه اشوف الوضع بتاعه ايه، او اشوف الامور بتبقى ماشيه ازاي في النادي الاهلي. النادي الاهلي غير اي نادي، فمفترض ان هو لازم يغير تفكيره بشكل كبير جدا. وانا شايف برضو ان هو ممكن يكون ده درس قاسي جدا ليه، وان شاء الله لما يرجع هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن التشكيل اللي بدا بيه فايلر مباراه العوده في بريتوريا على ملعب سان داونز او ملعب لوكاس موريبي. كان في اشاده من آراء كتير، شخصيات كتير جدا قالت انه يحسب للجهاز الفني بقيادة فايلر ولفايلر نفسه انه بدأ بالخمس لاعبين المحترفين بالقوة الضربة اللي عندها المواصفات، اللاعبين الافارقة المحترفين في النادي الاهلي، ودول المفترض ان هم بيبقى القدرات البدنية اعلى والسرعات، وده انسب اختيار انه يبدأ بيه مباراة امام فريق افريقي على ارضه بين جماهيره. طيب رأي حضرتك ايه في النقطة دي؟ تمام. بدليل انا قلت لحضرتك ان افضل تشكيل هو عمله، وكان مركز جدا جدا في حتة التشكيل. كون ان هو بيقفل الملعب بشكل
بشكل كويس وبيلعب بثلاثه في نص الملعب، وده كان ذكاء منه انه يلعب محمود متولي في نص الملعب، لان انا شايف ان محمود متولي من اللعيبه اللي عندها امكانيات عاليه جدا، سواء بيلعب مساك او ديفندر، فهو عنده امكانيات عاليه جدا، قدر ان هو يستغله ويستغل وجود رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم. ويمكن برضو من مكاسب الماتشات الاخيره ياسر ابراهيم، انا شايف ان هو من الباكات الجامدين جدا اللي ان شاء الله برضو هيفرقوا مع النادي الاهلي، وهيقدر يسد الحته دي بشكل كويس سواء مع محمود متولي او مع رامي ربيعه، فدي هتفرق كتير جدا. وانا يمكن قلت لحضرتك برضو في الاول ان فرق كتير جدا الثلاثه الفراوده الافارقه، لان هو كان اعتماده على الهجمات المرتده السريعه، هيقفل بشكل كويس ويعتمد، لان كمان فرق السان داونز الديفنس بتاعها هو اضعف الخطوط اللي موجوده، فكان تفرق كتير جدا حته السرعات. ويمكن برضو فرق كتير جدا الثلاثه اللي موجودين قدروا برضو يهدوا فرق السان داونز بشكل كويس قوي، لانهم بيدافعوا وبيهاجموا، يعني بيدافعوا صح وبيهاجموا كويس قوي، زائد حته السرعات اللي كانت موجوده عندهم. ويمكن كمل الامر حسين الشحات برضو، يمكن بضاعه الاهداف والحاجات، لكن زي ما قلت لك ان هو عمل خطوره كبيره جدا وعمل شكل هجومي خلال الفتره الاخيره. يعني مشاركته دي لو ترجمت منها بعض المراحل اللي بيوصل فيها المرمى المنافس للمسه الاخيره او التهديف او انهاء الهجمه بشكل سليم، هيعمل فرق كبير جدا. كان هيعمل فرق كبير جدا 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 يعني. فانا شايف ان هم خد يعني كان تشكيل مثالي ولعب بطريقه عمليه جدا، وده اللي عجبني في تفكيره، ان هو قدر بيشوف الماتش عامل ازاي، قرا السيناريو بتاع الماتش قبل الماتش، وده برضو بيبقى ذكاء من المدرب نفسه، ان هو عايش الجو بتاع المباراه، قدر يقفل فعلا الخطوط كلها، وقدر ان هو في الاخر كان ممكن يبقى فيه اهداف لينا. يعني ديفيد سيزا كان بيتكلم خلال الايام اللي فاتت وبعد التاهل والتعادل الايجابي والمباراه اللي اديناها بشكل رائع امام سان داونز على ملعبه، انه النادي الاهلي متفرد عن المنافسين حاليا بقضيه او باسلوب تدوير اللاعبين او روتيشن، بيقول ان ده بيساعد على ان انا اقدر افاجئ الخصم واعمل تغييرات وتاكتكس مناسبه لكل مباراه وتشكيل مناسب لكل مباراه بيبقى خارج التوقعات، وانه كمان يخليني اقدر استفيد بقدرات اللاعبين ويحصل كل واحد منهم على فترات الراحه الكافيه له، فما افقدش لاعب من الاجهاد او الاصابه على مدار الموسم، او ان ده ما يتكررش كتير، لاني بعتمد على كل النجوم، وان ما عنديش حاجه اسمها او الجهاز ما عندوش بقياده فايلر حاجه اسمها لاعب اساسي النهارده ولاعب بديل، بيقول كل طريقه اللعب هي النجم في النادي الاهلي حاليا. الكلام ده هل حضرتك شايف انه مقنع اكتر من مطالبات الناس بان الاهلي دايما على مدار تاريخه كان بيبقى فيه 11 بيبداوا تغييرين ثلاثه متعارف عليهم في المراحل المستقره جدا في تاريخ النادي الاهلي فنيا؟ خلينا نتفق في الاول ان اللي وصل الامور لكده هو اداره النادي الاهلي، لانها قدرت توفر مجموعه من اللعيبه في كل الخطوط، وكان الاول مفترض ان بيبقى فيه 15 16 لعيب بيعتمد عليهم في اي فرقه خصوصا في النادي الاهلي، لكن الدايرة وسعت والنجوم كترت والصفقات التقيلة موجودة، فبالتالي ده حاجة تحسب لمجلس الإدارة، دي أولا. ثانيا كون إن أنا أقدر أدور اللعيبة دي بشكل كويس، ده بيبقى ذكاء من المدير الفني. زائد كمان في حاجة مهمة جدا، حتة التدوير والتغييرات لازم تكون في نطاق ضيق جدا. ليه؟ لأن دايما لما بتوسع دايرة التغييرات بيحصل خلل في الفرقه، فهو بيغير في حدود طريقه معينه او شكل معين بحيث ان هو ما يحصلش خلل في الاداء نفسه بالظبط كده. فبالتالي هو ممكن يكون في اثنين ثلاثه بيخشوا في كل ماتش، لكن لو زود عن كده بيحصل خلل في الشكل العام للفرقه، وده فعلا ما يساعدش في اداء شكل كويس للنادي الاهلي. طيب هنتكلم شويه عن الفراوده في مصر بشكل عام، ونرجع نكمل كلامنا عن الاهلي ومشواره في الدوري والمتوقع في المباريات الافريقيه الجايه ان شاء الله، وان كان عندنا فارق زمني جيد جدا بنقول ان احنا هنغلق مؤقتا الملف الافريقي ونركز على الدوري، لكن الكل طبعا طموح الجماهير وعقلها وتفكيرها طول الوقت في مباراتي الاهلي والوداد واللي هيبداوا من المغرب ان شاء الله. كابتن حماده، الفرود الصريح، طريقه اللعب اللي شفناها، هنستبعد نوعيه اللاعبين دلوقتي اللي زي الكابتن محمود الخطيب، لانهم كانوا بيتفردوا بمهاره عاليه جدا. الكابتن الخطيب واي لاعب مشابه في ستايله او امكاناته قريبه منه كان بيلعب بنفس الشكل، دي لاعبين عندهم قدرات استثنائيه، فبيبقى مكسب كبير لاي فريق ولاي مدرب. لكن المهاجم الفرود
اللي شفناه على مدار تاريخ الكرة في مصر في انديه كتيره، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وفي منتخب مصر. يعني نوعيه اللاعبين اللي مروا علينا اللي هو الربع فرصه بتيجي جون، مش هقول بالترتيب طبعا، ومع حفظ الالقاب للجميع، نجوم كبار حسام حسن، ايمن شوقي، محمد رمضان، جمال عبد الحميد وغيرهم من النجوم اللي هي الفرصه جون. ليه ده غاب من الملاعب المصريه؟ بمناسبه ايمن شوقي على فكره، قبل ما اخش الاستوديو على الهواء كان ايمن معايا على التليفون، ويمكن اتكلمنا في بعض النقط يعني، وطبعا تحياته لاداره القناه والقناه نفسها والجمهور كله. نجم كبير طبعا وغالي علينا جميعا كابتن ايمن، ويعني له يعني مكانه كبيره جدا في قلوب وفي ذاكره الاهلاويه والجمهور الكره في مصر. هو من اعز الاصدقاء والناس المخلصه جدا للنادي الاهلي، ومتابع غير عادي لاخبار النادي الاهلي، دي اولا. ايمن شوقي وحسام حسن وجمال عبد الحميد، كل المجموعه دي كانت لعيبه على سبيل المثال للحصر، نجوم كتير في المركز. محمد رمضان، محمد رمضان مش هيقدر ينسى محمد رمضان. كنا بنبقى عارفين معدل اهدافه كل سيزون، كل موسم في الدوري والكاس بنسمع رقم من الاهداف لكل واحد من اللاعبين او من النجوم دول. ده ليه اتغير؟ اتغير لان المواهب قلت، المواهب بشكل عام قلت، الكره بقت زي الصناعه. لما بتلاقي لعيب موهوب بيبقى نادر جدا، يعني في لعيبه ما بتتكررش خلاص، يعني كل مثلا ممكن 50 سنه 60 سنه ممكن يطلع واحد زي مثلا الكابتن محمود الخطيب مثلا، واحد زي ابو تريكا، واحد زي بركات، يعني الفلتات، الفلتات، حسام حسن صعب جدا يتكرر. فالمواهب ايامها كانت موجوده، وكانت في على طول، يعني حسام حسن بيبطل عماد متعب موجود، عمرو زكي موجود، لعيبه موجوده والمواهب دايما موجوده. المواهب قلت، فبالتالي الموهبه بتظهر قوي في اللعيبه اللي هي موجوده قدام الجون او الفراوده يعني. فبالتالي احنا مش شايفين، ما بقيناش بنشوف النوعيه دي من اللعيبه، يعني حتى اللي بيلعب فرود في اي نادي وفي المنتخب بنشوفه دايما بيعمل دور، بيعمل سبورت، بيعمل دعم للاعيبه الوسط المهاجم القادمين من الخلف او اللي هيحرزوا الاهداف ويكملوا. بنقول عنه انه محطه، انه الكره بتقف عنده ويسند ويعمل مشكلات بدنيه او يدافع عن الكره ويحضن على الكره ويحجز عنها المدافعين لحد ما يقدر يجهز فريقه الهجمه بشكل صح او ان فريقه يحصله. ليه ده اتغير؟ هل دي طريقه اللعب عالميا دلوقتي اللي بتعتمد على لاعبي الوسط المهاجم اكتر؟ ده يعني دليل صدق كلامك ان دلوقتي في اغلب الفرق الكبيره ما بتلعبش بفيرود صريح. يعني هي دي برضو مشكله، يعني الشكل القديم ان فيرود يبقى موجود وهو يبقى محطه ويبقى هو اللي موجود عشان الناس كلها تحضر عليه وتشتغل عليه، خلاص بقت قليله. بس ده بيضيع نص حلاوه الكوره. بالظبط كده، لان المواهب قلت برضو، لان انا ده تاكيد على ان الموهبه، لان في لعيب بيبقى موجود في ال 18 يعني ممكن ما تحسش بيه، وبيتحرك في 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 ال 90 دقيقه مثلا مرتين يجيب لك جونين، هو ده كان الهداف. يعني بضرب مثل دايما بعماد متعب، ما دايما تحس ما تحسش بيه، ما تحسش ان عماد متعب ممكن فترات من المباراه يبقى غايب تماما، بس الفرصه جون، جون نص فرصه جون. بالظبط، النوعيه بتاعت عماد متعب مش موجوده، بالتالي المواهب زي ما حضرتك قلت خلاص قلت بشكل كبير جدا. فبالتالي طريقه اللعب بتتغير على اساس اللي موجود عندك. يعني دايما المدرب بيشتغل بالامكانيات اللي موجوده عنده، يعني حسب طبيعه اللعيبه اللي بالظبط كده. يعني مثلا بضرب مثل بمانو جوزيه، كان الناس بتلعب بفرود مثلا واحد، عنده فرودين جامدين جدا فيلافيو وعماد متعب، غير الطريقه عشان يلعب الاثنين ويستفاد من مهارتهم ومن اهدافهم، فبالتالي غير طريقه اللعب. لانه كان في الاساس الفتره دي جوزيه كان بيلعب بطريقه 3-4-3، وكان بيعتمد على اثنين من النجوم اللي هم لاعبي الوسط المهاجم زي بركات وتريكا، وقدامهم راس حربه وحيد مثلث هجوم. غير الطريقه لان عنده اثنين فراوده. طب فين الفرقه اللي عندها دلوقتي فرودين جامدين زي فلافيو وعماد متعب؟ صعب جدا. فبالتالي الطرق بتتغير وبتتغير على اساس اللي موجود عندك. طيب هل يعني ان انا استفيد بقدرات بادجي لحد دلوقتي كل الرهان عليه على قدراته كمهاجم افريقي، الطول، السرعه اللي شفناها في اكتر من انطلاقه في المباريات اللي فاتت، القوه البدنيه اللي هي بتحتاج ان انا اعمل كرات عرضيه كتير واستفيد من مواصفاته البدنيه كمهاجم قوي وطول اللاعب في العاب الهواء، وان من غير ده انا مش هستفيد بقدرات اللاعب؟ في ناس كتير بتقول انا لازم ابدا انوع في طريقه هجومي في الفتره الجايه في الدوري في بطوله افريقيا، لان وجود لاعب من نوعيه بادجي خليني اشتغل على الكرات العرضيه كتير. راي حضرتك ايه؟ تمام. اولا بادجي انا اول ما نزل في الماتش الاولاني الجزء حوالي 20 دقيقه او 15 دقيقه انا عرفت ان هو الراجل هيبدا بيه الماتش، وده كان احسن القرارات اللي خدها فعلا المدير الفني. انا شايف ان هيفرق كتير جدا لو خد ماتشات خلال الفتره اللي جايه دي، هيفرق كتير جدا، هيحصل تجانس، هيحصل ثقه،
هياخد على الفرقه تحركات، وخصوصا ان احنا عندنا باكين او عندنا اطراف دايما بتعمل كرات عرضيه مثاليه. طبعا عندنا علي معلول وفي احمد فتحي او محمد هاني بيعملوا كرات عرضيه مثاليه، فبالتالي ممكن يفرق كتير جدا وياخد الثقه، بحيث ان هو لما نبدا في الدور قبل النهائي يكون هو فعلا بجيه قدر ان هو ياخد ثقه عاليه جدا ويفرق كتير جدا معانا في بطوله افريقيا مع الكوادر اللي موجوده، مع مروان محسن، مع كل خط الهجوم كهربا وكل المجموعه اللي احنا بنتكلم على ايه، كل مجموعه قويه جدا. احنا بنتكلم على اساس ان هو جاي، يعني لسه جاي وهيبقى ليه دور. مروان محسن ليه دوره، واجايم برضه ليه دوره، كل الناس ليها ادوار. ده اللي بيرد بيه طول الوقت الجهاز الفني على اي حد بيطلب ثبات التشكيل، بيقولهم يا جماعه الموسم اصبح صعب جدا، ما اقدرش اعتمد على 11 او 13 لاعب بس، بتحصل ايقافات، بتحصل اصابات، بيحصل اجهاد، حاجات بتخرج عن حسابات الاجهزه. لو ما كنتش، وده اخر تصريحات قالها بعد مباراه الاهلي وسان داونز في بريتوريا ديفيد سيزا، انه بيقول لو اعتمدنا على مجموعه او تشكيل اساسي فقط والتغييرات الاضطراريه وقت الجد، وقت ما يبقى عندي اصابه او ايقاف لعنصر مهم وده بيحصل، مش هلاقي البديل جاهز، مش هلاقيه في التوب فورم بتاعته. طبعا ده كلام مظبوط، وده كلام مدرب محترف. واللي بيساعده على كده زي ما قلت لحضرتك برضو الامكانيات اللي موجوده، عنده لعيبه على مستوى عالي جدا وكله قريب من بعضه، حتى اللي بره خالص هو قريب من الاساس اللي موجود، فبالتالي بتساعد المدير الفني بشكل كبير جدا ان هو يقدر يغير ويقدر يعمل عمليه التدوير في النطاق ده زي ما قلت لحضرتك برضو عشان ما يحصلش خلل في الاداء. هل احنا تعاملنا او استفدنا من دروس الموسم اللي فات وقدرنا نتعامل بجديه اكتر مع مباراه سان داونز الموسم ده او مع المباراتين؟ سفر 6 ايام قبل المباراه، وجود رئيس النادي الكابتن الخطيب رئيس للبعثه، التدريب في نفس الميعاد كل يوم حوالي 5 ايام قبل المباراه، استفدنا من ده في الملعب يوم المباراه؟ على فكره كان من احسن القرارات اللي اتخذت فعلا ان النادي الاهلي راح قبليها بفتره طويله، وده يفرق كتير جدا 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 مع النادي الاهلي، لان كان في تركيز شديد جدا، زائد بتاخد على اجواء هناك. واللي بيساعد على كده كمان ان الناس هناك مؤدبين، يعني جنوب افريقيا والفرق دي الجمهور بيحب الكوره وبيستمتع، وغير مشاكل يعني. بالظبط كده، ده اللي ساعد، مع وجود طبعا كابتن محمود الخطيب بيدي ثقة كبيرة جدا، بيدي نوع من انواع الهدوء، بيدي نوع من انواع الاطمئنان للفريق. طب الناس كلها مطمنة، الناس كلها معاها كبير، معاها نجم كبير جدا، فبيفرق كتير جدا، وهو كان ذكاء منه، ويمكن جه على برضه على يعني على تعب مشقة السفر وكده، لكن طبعا كان وجوده ضروري جدا وفرق كتير جدا مع الفرقه، والحمد لله قدرت الناس تفرح جمهور النادي الاهلي. طيب عايزين نتكلم شويه عن تصريحات النجم الكبير علي معلول، وكمان عايز حضرتك تعلق على حاجه، يعني دون ذكر اسماء جالي من مشاهد كريم بيتابعنا طول الوقت، بعت لي يعلق على راي ضيف من ضيوفنا الاعزاء، انه هذا المشاهد بيقول يعني انه بيزعل جدا لما ضيف بيتكلم عن لاعب لوحده وبيقول ان النجم كان فلان او ان اللي صعد بينا فلان، لانه بيقول يا جماعه ده جهد تعاقدات وكتيبه عمل في الجهاز الفني ورؤيه فنيه لمجلس الاداره ولجنه التخطيط وبعدها كتيبه نجوم في الاهلي، في كل الخطوط في لاعبين متالقين، فبيقول انه بيعترض وبيختلف جدا مع الراي اللي بيشيد بلاعب واحد بس. احنا معاه بصراحه، انا عن نفسي معاه، ويمكن انا اقول حبيت بس اقول رايي قدام الساده المشاهدين على الهواء احتراما لرؤيته، يعني لا رؤيته مظبوطه طبعا وانا معاه في الرؤيه ديت، وخصوصا ان انا قلت لحضرتك ان في الاول خالص ان اللي ساعد الجهاز الفني انه يقدر يدور اللعيبه كلها ان عنده نجوم، ما هو لو انا عندي 13 او 14 او 15 لعيب بس فمش هقدر اعمل الحته دي، هيبقى حصل اجهاد وهيحصل غصب عني، لان مش ما عنديش البديل القوي اللي يقدر يسد اي لعيب اساسي موجود عندي وبريحه، لكن النادي الاهلي متوفر فيه الحته ديت، ويمكن دي برضو نقطه مهمه جدا تحسب للاداره، اداره النادي الاهلي، ان هي ساعدت المدير الفني. المدير الفني بقى العناصر دي كلها بيقدر يشغلها صح، دي بتفرق كتير جدا وتبقى اضافه قويه جدا، ان معاك مدير فني او جهاز فني متكامل عنده ذكاء في التعامل، بيقدر يستغل الامكانيات اللي موجوده عنده، بيقدر يستغل المهارات اللي موجوده عنده ويطوعها بشكل كويس قوي، بيقدر يشوف ممكن يلعب مثلا عنده 4 5 ماتشات خلال مثلا 20 يوم، بيقدر يدور العمليه في نطاق ضيق ومن غير ما يحصل اي اجهاد زي ما حصل الفتره اللي فاتت في الدوري، ان هو قدر يعني ياخد البناط كلها بتاعه الماتشات، وده طبعا حاجه تحسب ليه، ويعني قدر ينجح بقى فعلا في ان هو يفرق كتير جدا مع بطوله الدوري اللي هو راجع لها،
فبالتالي مش هيحصل عمليه الاجهاد، لان هو بيحسن استغلال الامكانيات اللي موجوده عنده من اللعيبه. وحتى في الدوري يعني الدوري في رؤيه طبعا. ان المباريات اللي جايه بتبقى فيها فرص بتعطى لعدد كبير جدا، وبيتم فيها تدوير نجوم الفريق بشكل ومشاركه البعض وحصول البعض على راحه والنزول بالحمل البدني والجهد البدني لعدد من نجومنا عشان يقدروا يكملوا المشوار بنفس القوه. وده واضح، ده اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه من بدايه من ماتش بكره سموحه ان شاء الله باذن الله. فانا شايف ان هم هيقدر يدير العمليه وخلاص، يعني في ثقه كبيره جدا، هو بيشتغل دلوقتي بثقه كبيره جدا. هو فايلر بصراحه هو يستحق، لان هو كان اتقال ان هو لسه ما قابلش ماتشات الجامده الثقيله، لا هو قدر فعلا يتعامل مع مباراه قويه جدا بذكاء، تفوق في اختبار صعب امام سان داونز جدا جدا. فبالتالي لا خلاص هو خد ثقه وابتدى يتصرف باحترافيه شديده جدا، وبيقدر يستغل فعلا الامكانيات اللي موجوده عنده من اللعيبه. كنت بسأل ضيفنا في حلقة سابقة النقد الرياضي الأستاذ محمود صبري، بقول له هل احنا قربنا خطوة من حلم جماهير الأهلي ان احنا نرجع نبقى مسيطرين على مبارياتنا حتى خارج ملعبنا مع الخصوم الأقوياء؟ قال لي احنا قربنا من ده، احنا كنا قريبين جدا ان احنا نخرج بنتيجة او بنقاط المباراة وبالفوز كمان بعد الشكل الرائع اللي ظهرنا بيه امام سان داونز. وبيقول ان ده مؤشر لان اللي جاي افضل، وان ممكن تبقى افضل مبارياتنا بإذن الله ان شاء الله. نتمنى على في البطولة على الإطلاق مباراتنا مع الوداد على ملعبه من جماهير ان شاء الله. وبرضه النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت، فتره الطويله اللي قبل كده، كان بيتميز بانه يقدر ياخد الماتشين على بعض. فبالتالي كانت الخسائر، لو انت حضرتك تلاحظ في التاريخ النادي الاهلي، كانت الخسائر بره بتبقى قليله جدا. يمكن فقدنا الحته دي خلال فتره معينه، ابتدى النادي الاهلي فعلا يرجع ليها بان فعلا مدرب بيشتغل بطريقه عمليه. يعني في دايما مدربين بيتهوروا او يقولوا ده احنا النادي الاهلي بنبدا نهاجم ونبدا نفتح الخطوط الموضوع مش كده، وخصوصا الايام دي في البطولات الافريقيه لازم تتحسب بشكل كويس قوي، ولازم تلعب باحترافيه شديده جدا، ولازم تبقى تستغل الامكانيات اللي موجوده عندك، والمباريات اللي بره لازم تقفل صح وتشتغل صح زي ما اشتغل في ماتش سان داونز الثاني. فرق كتير جدا ان هو اشتغل صح في خلال المباراة دي. طيب خلينا نتكلم عن تصريحات نجمنا، واحد من النجوم الكبار طبعا اللي عاملين جهد كبير في الفترة اللي فاتت، علي معلول، بيقول انه شخصية النادي الاهلي كانت واضحة جدا في اداء الفريق في مباراة الاهلي امام سان داونز في المباراتين، وخاصة في المباراة الثانية امام سان داونز على ملعبه في بريتوريا. بيقصد ايه لما نجم من نجوم الاهلي بيقول ان احيانا بيبقى لازم مباريات نبقى فيها لينا شكل معين ولينا اداء اللي بيصف الجمهور بانه اداء النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي؟ هو الماتش الاولاني هو اللي ادى ده، يعني ادى الاحساس بده، لان فعلا الماتش الاولاني اتعمل بشكل كويس قوي، اتعمل بطريقه مثاليه، والنتيجه الى حد ما كانت مرضيه جدا، والاداء كان جيد جدا، وخصوصا من علي معلول. يعني يمكن اغلب الفرقه كانوا نجوم في المباراه ديت، يعني كله كان متألق بصراحة، يعني وخصوصا في التايم الثاني. يعني كل الناس لما الناس هدي زي ما قلت لحضرتك، لما الناس بدأت تلعب بأعصاب هادية جدا، قدروا ان هم يوصلوا بشكل كتير جدا ومكثف خلال التايم الثاني. النتيجة ادت ثقة كبيرة جدا، ورجعت فعلا شخصية النادي الأهلي في الماتش الثاني، ان الراجل برضو تعامل بذكاء في المباراه وما فتحش وما هجمش، لا ده هو قفل الملعب بشكل كويس قوي. وبرضو زي ما قلت لحضرتك ان كان التشكيل مثالي. علي معلول يعتبر من اللعيبه اللي شكل النادي الاهلي، يعني هو يعني علي معلول تحس انه اهلاوي وهو الحقيقه يعني عامل طفره كبيره جدا في اداء النادي الاهلي، ومؤثر بشكل كبير جدا، راجل هداف يعني، مؤثرين جدا في الملعب. فانا شايف ان هو اضافه قويه جدا جدا في مع النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن العوده لمباريات الدوري العام، ونتكلم شويه عن خلينا نبقى مع التحكيم قليلا كمان، مؤشرات التحكيم واشاده الناس بدور الحكام في جوله مباريات ربع النهائي او دور الثمانيه. هل حضرتك شايف او متفق مع الاراء اللي بتقول ان التحكيم تجاوز الكثير من اخطائه في الجولات السابقه في البطوله؟ جدا جدا، وفرق كتير جدا سواء مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك والماتش اللي بره. يعني الناس كلها كانوا قلقانين جدا من الحكم
لكن حكم فعلا قدر يعمل مباراه على اعلى مستوى، وكان فيه عداله وكل واحد كان بياخد حقه بشكل كبير جدا، وبرده كان شخصيته قويه جدا، ما قدرش اي حد يعني يبقى في اعتراض او يتدخل في قراراته. وفعلا الناس كانت شويه متخوفه من حاجه زي كده، لكن الامور مشيت بشكل طبيعي. وكان ملفت جدا ان فعلا دور الثمانيه كان في تحكيم على مستوى عالي جدا، وده برده ان الناس برده اتكلمت في المواضيع ديت كتير، فاكيد الاتحاد الافريقي وصل له الامور دي كلها، فقدر ان هو يجيب حكام يديروا الامر بشكل كويس على اساس ان برضه ما تحصلش. هو كان في كمان مشكلة. الناس كلها قالت انه كان في استجابه او رد فعل لجهد النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، وقف اكتر من وقفه مع اخطاء كبيره ومؤثره على نتائجه في البطولات اللي فاتت لحكام افارقه، ومنهم طبعا بكاري جسامه، فانه كان الحكم يعني تمت مراعاه ملاحظات الاهلي في الفتره اللي فاتت عشان ما يبقاش في تحامل مره ثانيه على الاهلي. طبعا الاهلي عمره بيطالب بشيء مش من حقه، ولكن بيطالب بعداله القرارات وانه ما يبقاش في تحامل عليه من اي حاجه. هو اكيد وصل بكاري، وهو على فكره كان الخوف منه هو، لكن هو ثبت ان هو الخوف ده ما كانش ليه اي داعي، لكن فعلا زي ما حضرتك قلت ان برضه مؤثره جدا ان انت تنادي بحته العداله، وان التحكيم ما كانش بشكل مرضي في الماتشات اللي قبل كده، فكان دي برضو ليها دور كبير جدا ان الناس تهتم والاتحاد الافريقي يهتم بان كل واحد ياخد حقه، وخصوصا لما بتوصل للادوار النهائيه الامور بتبقى صعبه جدا على الفرق. كمان الناس كمان متفائله كلها بتركيز الحكام على مشروع الحكم الافريقي او مشروع الاتحاد الافريقي لتطوير التحكيم واختيار افضل 20 حكم، ان هم اللي هيتم التركيز على مساحه اكبر او ادوار اكبر لهم في الفتره الجايه وتنميه مهاراتهم وقدراتهم التحكيميه. فواضح انه بيقال من كثير من المراقبين ان في سباق بين الحكام الافارقه على ان ادائهم يبقى افضل في الفتره الجايه، كل حريص انه يؤدي بافضل شكل في المباريات. على فكره الحكام وخصوصا الصفوه بتاعت افريقيا هم بيخافوا على نفسهم بشكل كبير جدا، لان هم برضو بيترشحوا للبطولات وكاس العالم وكل الكلام ده، وزي ما حضرتك قلت ان هم العين بتبقى عليهم، فبالتالي هو مش عايز يعني يبقى اداؤه اقل من المطلوب منه، فالمستوى بيعلى، بيهتم بنفسه بشكل كويس، بيأكد على العدالة في الماتشات، وخصوصا في الأدوار النهائية بيبقى الأضواء عليه بشكل كبير جدا، فبالتالي هو بيبقى حريص جدا على أنه هو يبقى متألق في خلال المباراه دي. طيب هنتكلم شوية عن الدوري المصري وعودة المباريات ومباراة الأهلي القادمة أمام سموحة. إيه المطلوب من الأهلي وهو دلوقتي مؤقتا بيغلق الملف الأفريقي ويعود للتركيز مرة تانية على مباريات الدوري؟ هو النادي الاهلي عنده قدره كبيره جدا وغريبه جدا في ان هو يتحول من شيء لشيء، يعني التركيز هنا خلاص انتهى، بينهي الملف، بيبتدي يخش على الدوري او بطوله تانية كانه هو شغال فيها وبيلعب، والماتشات اللي فاتت كلها كانها في الدوري بالظبط كده. النادي الاهلي طول عمره كده، يعني عنده حته تركيز، ويمكن برضو الفتره الاخيره موجود الجهاز الفني مركز بشكل كويس برضو قوي في الماتشات، وانا يعني متاكد ان هيبقى يحصل بعض التغييرات في الفرقه بكره ان شاء الله، هيحصل بعض التغييرات على اساس ان هو برضو في عمليه اجهاد ممكن يريح بعض الناس، لان في ناس نفس المستوى هيبقوا موجودين خلال في اجهاد، وفي لاعبين كان عندهم شكاوى من اصابات خفيفه من المباريات اللي فاتت دي، ما تمنعهمش من المشاركه، لكن ممكن الجهاز الفني يشوف انهم افضل، ما يبقاش في تحميل عليهم في المباريات الجايه، وخصوصا ان انت عندك نجوم كبار جدا مش هتحس بالفرق في تواجد ده او بعد ده، ان الكل يقدر يؤدي بنفس المستوى. بالظبط كده بالظبط. كمان الناس متفائله او جمهور الاهلي متفائل بانه المكسب بيجيب مكسب يا كابتن حماده، يعني الاهلي حالته المعنويه و شكل الاداء والنتائج اللي ماشي فيها الحمد لله بشكل اكتر من رائع في الدوري بيخلي الجمهور عنده حافز وعنده طموحات كبيره جدا في كل مباراه ان احنا نواصل وما نفقدش اي نقاط في الدوري، وخصوصا سان داونز الماتشين ادوا ثقه كبيره جدا لكل الناس اللي موجوده في النادي الاهلي سواء جهاز فني او لعيبه، ادوهم ثقه كبيره جدا جدا، يعني برضو كان في احساس بقلق وخوف من المباراه ديت يعني، لكن انا شايف ان خلال الفتره اللي جايه هيبقى في تركيز كبير جدا وهيبقى في نتائج، وزي ما حضرتك قلت ان حته المكسب بتجيب مكسب، النادي الاهلي دلوقتي خلاص كل تفكيره انه يطلع بسكور كمان، يعني كل الناس بتبقى طمعانه ان يجيب اجوان وان يحقق الثلاثه بونت في الاول وفي الاخر، وبنشوف الجهد المبذول من اللعيبه بشكل كبير جدا
على اساس ان هم ما يخسروش اي بونت ويقدروا يكسروا ارقام خلال الفتره اللي جايه. طيب هنتكلم شويه، يعني حضرتك متوقع احنا لسه هنشوف القائمه وهنستعرض قائمه الفريق اللي تم اعلانها لمباراه الغد بين الاهلي وسموحه، بس حضرتك بتقول بتمنى اشوف كل النجوم بيشاركوا في الفتره الجايه في مباراه الدوري، وبتشوف بشكل ما يخلش طريقه اللعب، حضرتك شايف ان كل النجوم يقدروا يأدوا ويعتمد عليهم بنفس الدرجه. بالظبط، وفي لعيبه مفترض انها تاخد كتير عشان تبتدي تخش في زي مين يا كابتن حمد؟ زي الفرود أليوباجي. ده انا شايف ان هو لو خد ماتشات هيفرق كتير جدا، وممكن يجهز في مباريات الدوري للماتشات الافريقيه اللي جايه. كمان رمضان صبح ان شاء الله باذن الله لما يرجع برضه محتاج ماتشات ان شاء الله خلال الفتره، بس نتمنى ان شاء الله يكون يعني خلينا نشوف القائمه سريعا. الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ربيعه، محمد هاني، ايمن اشرف، محمود وحيد، احمد فتحي، اليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات وعمر السلية، ومجدي قفشه، واحمد الشيخ، وحسام عاشور، والعربي بدر، ومروان واليو ديانج واليو باجي ومروان محسن. دي القائمة اللي تم اختيارها لمباراة الغد، يعني بعض النجوم بيحصلوا على راحة، بعض النجوم اللي كان عندهم بعض الشكاوى أو بعض الإجهاد في المباريات اللي فاتت، لكن الأسماء اللي موجودة أعتقد أنها قوية جدا يا كابتن حمد. جدا، وبرضه ده تأكيد على الكلام اللي إحنا بنقوله، إن أنت تشيل ده وتحط ده هتلاقي نجوم، هتلاقي 18 موجودين نجوم، يخرج بره خالص خمسة أو ست لعيبة نجوم، فبالتالي كل المستوى قريب من بعض، ويمكن بكرة تحصل بعض التغييرات البسيطة على أساس برضو زي ما حضرتك قلت، يعني بعض الناس هترتاح وممكن الناس تقعد برة وتبقى موجودة، لكن أنا متوقع أن بعض اللعيبة اللي ما لعبتش ماتش سان داونز ممكن تبقى موجودة في تشكيلة بكرة إن شاء الله. لاعب زي أحمد الشيخ محتاج إيه علشان إحنا واثقين جدا في قدراته، لأن له تجارب خارج النادي الأهلي كان متألق فيها، كان واحد من نجوم الدوري المصري، أكتر من تجربة بيشارك فيها من جديد مع النادي الأهلي، الجمهور عنده ثقة كبيرة جدا في إمكاناته التهديفية والمهارية وقدراته الهجومية، لكن لسه ما شفناش الشيخ اللي شفناه في بعض التجارب خارج النادي الأهلي بقدراته التهديفية بإضافته كنجم مؤثر جدا في خط الهجوم. إيه اللي ناقص أحمد الشيخ عشان يقدم أو يفجر كل طاقاته مع النادي الأهلي؟ على فكرة أحمد الشيخ من اللعيبة اللي عندها مهارة عالية جدا، ومفترض أنه يبقى وجوده أقوى خلال الفترة اللي جاية. هو أحمد الشيخ محتاج القوة في الأداء، يعني عنده المهارة وعنده، لكن هو محتاج القوة في الأداء برضه، وانا يعني شايف انه ممكن يبدا بيه بكره ان شاء الله، لان الراجل برضه فايلر عنده قناعه كبيره جدا باحمد، هو لاعب امكانياته عاليه جدا مفيش خلاف عليه، يعني لكن هو بس محتاج حته القوه الجانب البدني في ادائه، لازم والروح القتاليه شويه في الملعب، لازم يعني بنشوف رمضان صبحي فرق كتير جدا مع الفرقه، عنده قوه بدنيه عاليه جدا وعنده قوه في الاداء لان رمضان بيلعب بروح الفانيلا الحمراء طول الوقت، وكمان بيستخدم قدراته البدنيه كلاعب قوي، يعني مواصفاته البدنيه كلاعب مميزه، بيستخدم ده مع الجانب المهاري انه بيأدي دور دفاعي، وزي ما حضرتك قلت زاد عنده جدا مع الجهاز الحالي بقياده فايلر قدراته التهديفيه، بقى بينهي الهجمه بشكل رائع، فبقى اللاعب المتكامل بالظبط كده. فاحنا نتمنى ان احمد الشيخ ياخد الحته دي، بس لو زادت عنده هيفرق كتير جدا مع الفرق، لانه هداف شويط لعيب اشول يقدر يشتغل من ناحيه اليمين ويقدر يعمل خطوره كبيره جدا للنادي. ده كان متالق في مصر المقاصه، وكان لعيب بيقدر يجيب اجوان، عدد الاهداف اللي احرزها كتير جدا، شكل الاهداف مميز جدا، يعني كان بيعمل هو عايزه في الملعب لغه الكوره يعني. لكن هو النادي الاهلي مختلف عن اي نادي، يعني عشان تكون موجود في النادي الاهلي لازم يبقى فيه منتهى القوه ومنتهى السرعه، كل حاجه منتهى، كل حاجه اقصى حاجه عندك، فلو ما كانش كده مش هتقدر تبقى موجود، مش هيبقى لك مكان في التشكيل. بالظبط في التشكيل، بس زي ما حضرتك قلت كمان فايلر بيدي فرص كتير للنجوم ومنهم الشيخ، لكن لسه عندنا ثقه في انه ممكن يبقى واحد من الاوراق المهمه جدا هجوميا في الفتره الجايه، يعني في حاله انه وصوله للتوب فورم او لشكل الاداء اللي حضرتك بتطلبه من احمد الشيخ دلوقتي هيبقى اضافه كبيره لخط هجوم الفريق. هو لازم يستغل كده، لانه فعلا فايلر يعني مهتم بيه جدا وعنده ثقه كبيره جدا فيه، وخد ماتشات كتير ورا بعض لو حضرتك تفتكر، خد ماتشات كتير في الدوري، فبالتالي لازم يستغل الحته دي، ان انا واخد ثقه المدرب، فبالتالي لازم اثبت ان الثقه دي في محلها، وان انا اقدر استغل وجودي في فرقه زي النادي الاهلي ان انا ابقى هداف زي ما كنت هداف في المقصه.
طيب خلينا نتكلم شوية عن وجود كمان شاب، يعني طول الوقت الناس بتتمنى مع تجربة الأهلي والفارق الكبير من النقاط اللي الحمد لله بيزيد مع كل مباراة، واللي إن شاء الله هنشوف إنه الفارق ده هيبقى أكبر إن شاء الله بين الأهلي وأقرب منافس في المباريات اللي جاية بإذن الله، بس نبقى موفقين بس في مباراة بكرة وفي العودة للدوري، وتبقى انطلاقة جديدة للفريق لاستئناف النجاحات اللي بيحققها من بداية الموسم. خلينا نتكلم شوية عن تقديم لاعب أو وجود لاعب في القائمة زي عربي بدر، وجود الناشئ والوجوه الجديده في النادي الاهلي. الناس بتحلم ان فايلر يقدم او يصنع نجم او اكتر خلال مشاركه اللعيبه في الدوري هذا الموسم. والله دي ظاهره جميله جدا، وكون ان هو بيهتم بولد صغير موجود من الناشئين في ظل وجود مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المحترفين، ده يبين قدرات فايلر ان هو فعلا قادر ان هو يضيف ويعمل اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي من خلال قطاع الناشئين، وده اللي بنتمناه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ودي نقطه مهمه جدا، نقطه تحسب للمدير الفني. طيب هنتكلم شويه عن منتخب مصر والاسماء اللي اعلن انها هتنضم من المحترفين خارج مصر لقائمه المنتخب لمباراتي توجو يوم 26 و29 ان شاء الله. تريزيجيه، حجازي، كوكا، مع طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح، واستبعاد اسماء زي النني ووردة والمحمدي. شايف ازاي المحترفين، خريطه مشاركه المحترفين هي بتتغير او استدعائهم للمنتخب بتتغير؟ هم ووردة هو يستحق ان هو مش موجودين، محمدي كمان، يعني الاثنين يعني للظروف اللي حصلت من وردة زائد برضه محمدي السن، ده امر كان يعني ما كانش مستبعد يعني وكان متوقع. النني يعني مش عارف المتابعه ليه مش جيده، او يعني ما بيلعبش، يعني انا مش شايف، مش ظاهر يعني، مش ظاهر زي تريزيجيه زي كوكا. المجموعه دي كلها موجودين وموجودين على الساحه، النني مختفي. يعني انا شايف ان هو مع انه بيلعب في الدوري التركي مفترض ان هو برضه بيلعب في نادي كبير، مفترض ان هو يبقى ظاهر، لكن هو ما مش سايب بصمه. فعشان كده اكيد كابتن حسام البدري ما خدوش عشان النقطه دي، لكن النني لعيب كبير ومفترض ان هو لما بيلعب ماتشات بيفرق كتير جدا، وبياخد ثقه وبيبقى عنده يفرق كتير مع منتخب مصر لما بيكون في الفورمه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون يخش في الفورم بسرعه ويبتدي يرجع برضه بعد الجدل من وقت ما كان بيلعب اساسي في المنتخب وبيلعب مش بديل في ارسنال، موجود في الملعب يا كابتن حماد، لانه بعض الناس كانت بتستاء او تنتقد اداؤه جدا محمد النني، وتقول انها مش شايفه انتاجه كلاعب وسط مدافع بشكل مميز، وناس تانية ترد عليها ببساطه يقول لها يا جماعه الراجل بيلعب اساسي قبل امري، يعني قبل المدير الفني اللي ما اعتمدش عليه وقال له ابحث عن فرصه خارج ارسنال. تمام، قالوا يا جماعه في الوقت ده بيلعب هاف ديفندر او لاعب اساسي في ال11 اللي بيبتدوا في واحد من اشهر انديه العالم، مش بس انديه انجلترا، يعني نادي كتير من النجوم يحلموا يكونوا في صفوفه. فكان عامل جدل طول الوقت. تفسيرك لده ايه، وراي حضرتك مع الاراء الفنيه اللي كانت بتنتقد ولا كانت بتقول يا جماعه ده له دور بينفذ تعليمات تاكتكس معينه مطلوب منه دور تكتيكي مهم جدا في الملعب؟ هو دايما الكلام ده بيرجع لرؤيه المدير الفني. ممكن مدير فني عنده قناعه ان هو حتى لو ما بيلعبش فهو بيتمرن في مستوى عالي جدا، بالتالي ان هو لو جاله هيبقى هيعمل اضافه ليه، زائد ان هو برضه عنده قناعه ان هو بينفذ له حاجه معينه زي ما كان بيحصل قبل كده في الفتره اللي كان بيلعب فيها النني اساسي. فبالتالي هو التفكير المدير الفني هو اللي بيحدد موجود او مش موجود، وطريقه ادائه وقناعته بادائه، كل الكلام ده مهم جدا. هو المدير الفني اللي بيبقى ليه الراي الاول والاخير. لكن في فعلا جدل، يعني المفترض ان انا ما اخدش لعيب مفترض ما بيلعبش، يعني ما بيلعبش اساسي في فرقته. فالماتشات مهمه جدا في التحضير والتجهيز، ان هو لازم لعيب يجي لي جاهز، فكون ان هو لاعب بعيد عن الماتشات الرسميه انا كمدرب معلش ما بقاش عندي قناعه كبيره. لكن غيري ممكن يبقى عنده قناعه بالحاجات اللي انا قلت لك عليها، ان هو لا هو بينفذ له، بيجي برده بمستوى عالي جدا من التدريب، كل الكلام ده بيبقى عنده قناعه بانه يبقى موجود. في اسماء دخلت على خريطه الاختيارات في المنتخب في الفتره اللي فاتت ما كناش عارفينها، الجمهور ما كانش يعرفها، يعني ايام كوبر وايام اجيري كانوا بيعتمدوا على اي لاعب مصري محترف خارج مصر،
بدليل استدعاء اسماء كنا بنشوفها لاول مره او بنتعرف عليها كجمهور لاول مره مع المنتخب، حضرتك تابعت بعض الاسماء دي. فكان الخلاف في الوقت ده هل يستحق اي محترف خارج مصر انه يكون ضمن صفوف المنتخب ولا العبره بالاداء؟ لان قد يكون هناك لاعب محلي بيلعب في الدوري المصري مع الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او غيره من الانديه وافضل كتير من لاعب محترف ولكن مش مؤثر ومش في دوري قبل. لا طبعا انا مع الراي الثاني ان لازم يبقى ذو اداء جيد جدا وملفت، يعني لعيب اجنبي. يعني انا دلوقتي كوكا ده لعيب كويس كل حاجه، لكن لغايه دلوقتي ما سابش بصمه كويسه، لسه بصماته مع المنتخب مع ان هو اتاخد اكتر من مره واكتر من مدرب، لكن ملوش بصمه، ما عملش. فالناس برضو في جدل على مستوى ومشاركته مشاركه كوكا. فلازم يعني برضو الكلام، انت بتتاخد وعندك عنده المشاركه، عنده هو اللاعب ده عنده المواصفات اللي هي بتاعه الفيرود او السترايكر، اللاعب الطويل فترة من الفترات كان أرقام أهدافه جيدة في الدوريات اللي بيشارك فيها خارج مصر، لكن لسه زي ما حضرتك بتقول ما كانش مع المنتخب بيجيب أهداف كتير، مفيش أي بصمة ليه، مفيش بصمة. فهو ده اللي مخلي في خلاف عليه طول الوقت. أنا فين الميزة اللي أنا بستفيدها من مهاجم بالمواصفات البدنية والطول ده والمفترض إن هو هداف بالظبط قريب جدا من منطقة يعني من جوه الستة ياردة طول الوقت. هو أستاذ محمد بيحصل الجدل على لعيب معين ليه؟ في لعيب تاني ما فيش اي كلام يتقال عليه، انه كل بيتاخد ما فيش اي كلمه اختياره للمنتخب خلاص، الناس كلها عندها قناعه، الناس كلها موافقه على اختياره بالظبط. لكن هو كوكا هو اللي وصل الامر للناس كلها ان يبقى في جدل عليه لانه ما سابش بصمه. وهل هو الجدليه دي هل هو حق ولا مهاجمين تانيين مش بيلعبوا خارج مصر موجودين في الدوري المصري ولكن بعض الناس بتشوف حتى تحركاتهم افضل؟ في بقى مقارنات زي ما حضرتك قلت، طالما اللاعب مش عامل بصمه بالظبط كده بقى برضه دي راجعه للمدير الفني ان هو شايف في مميزات معينه هيقدر ينفذ له خلال وجوده في 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 الفتره اللي انا موجود فيها كمدير فني. هي صلاحيات واختيارات مدير فني، بس طول عمرها قصه المهاجم دي زي ما كنا بنقول في بدايه الحوار كابتن حماده صريحه، فيرود بيجيب جوان ولا لا؟ فيرود بيقدر يحقق المطلوب منه، دوره ايه في الملعب؟ ما هي دي طول عمرها المعيار الحاسم في الكلام عن اي مهاجم، ومش هتتغير حتى لو في فترات بتحصل لاي مهاجم في العالم بيتعطل شويه بالظبط، بس الاساس انه بيجيب اجوان بالظبط كده قبل وبعد الفتره اللي كان مش موفق فيها. هو احنا لما قلنا ضربنا مثل بعماد متعب، هل عماد متعب كان مستواه على طول؟ لا، في اوقات معينه كان بيقل فيها او مستوى او بيبعد شويه، بس في الأغلب لكن في الاول لا، في الاول وفي الاخر هو هداف. يعني ممكن انا كمدرب موجود وعماد مش كويس، لكن افضل عليه اخليه موجود لانه في اي لحظه هيجيب لي جول. هو ده الكلام اللي احنا بنقول عليه وبنتفق على ان لا، واحد زي عماد لا ده ما يبعدش على المنتخب مثلا. فبالتالي في ناس تانية لا ما سابتش بصمه عشان تبقى في قناعه من الناس كلها ان الراجل ده يبقى موجود خلال الفتره دي. ايه هو ده بس الاختلاف يعني. هي في حاجه في مهاره التهديف محتاجه شغل كتير من اجهزه فنيه في الانديه والمنتخبات للاعب المصري، حتى لبعض اللاعبين الموجودين خارج مصر، بس مهاره التهديف قلت شويه عند اللاعب المصري الفتره اللي فاتت وممكن نشتغل على تنميتها اكتر. بس هو في حاجه مهمه جدا، هو الراجل لعيب محترف بره هيجي لمده مثلا اسبوع او 10 ايام وهيلعب فيها ماتشين، طب هو ممكن 3 ايام او 4 ايام ويلعب ماتش، طب انا كمدير فني هقدر اعمل له ايه الاضافه؟ وخصوصا الوقت ده انا بجيب لعيب جاهز بحيث ان انا اقول طريقه اللعب واعمل الشكل العام للفرقه عامل ازاي، بس لان مفيش وقت، مفيش وقت للتجهيز، مفيش وقت ان انا احضر حد اشوف النواقص اللي موجوده ايه، مفيش وقت للكلام ده. زي ما حضرتك قلت اولا واخيرا هي اختيارات وصلاحيات مدير فني، احنا بنتكلم للصالح العام ومش بنتكلم عن حاله بمفردها، بنتكلم عن ان كل لاعب يكون الاحسن في مكانه بالزبط. الاحسن في البوزيشن اللي هو بيأدي فيه في الملعب واللي بيتم اختياره والمهمه المطلوبه منه اذا كان واجبات دفاعيه او هجوميه، واصعبها دايما على الاطلاق احراز الاهداف اللي بالزبط. بيكلل جهد الفريق كله يعني. لان هو كل حاجه بتشتغل 90 دقيقه جهد عشان اجيب اجوان، عشان الراجل وعشان ما غلطش يدخل فيها اجوان. دايما العبء الاكبر على الفرود المهاجم الصريح وعلى خط الديفنس او حارس المرمى خط الدفاع الاخير للفريق. لا بالظبط بالظبط. طيب خلينا نقول لجمهور الاهلي حابب تقول ايه عن الفتره الجايه، امنياتك الفتره الجايه كابتن حماده، بس نختم كلامنا عن المنتخب. ايه اللي بتتمنى تشوفه مع منتخب مصر بقياده كابتن حسام البدري وجهازه المعاون مختلف عن المباريات الرسميه اللي فاتت اللي شكلنا فيها ما كانش مقنع قوي في بدايات تجربه كابتن حسام، وتتمنى تشوفه انه ده تعدل في مباراتي توجو؟ اولا اتمنى فعلا ان اداء المنتخب بيتغير بشكل جذري، لان طبعا الاداء ما كانش مرضي باي شكل من الاشكال، الناس كلها كانت يعني مش راضيه خالص عن الاداء،
الفتره اللي جايه فرصه كويسه في بعض اللعيبه. وصلنا اهلي وزمالك واصلين لادوار قبل النهائي في افريقيا، الفورمه وصلت برضو لحاجه كويسه، اللعيبه اللي موجوده برضو مستواها عالي. اكيد الكابتن حسام لازم يستغل اللي موجود عنده ويبتدي يغير من شكل الفريق. لازم يبقى فيه روح، يعني منتخب مصر دايما كان بيتميز بالروح القتاليه العاليه جدا. خلال الفتره القليله اللي احنا شفناها قبل كده لا ما كانش فيه الحته ديت، مع ان موجود عنده الكابتن حسام البدري، عنده خبرات عاليه جدا وعنده خبرات كبيره جدا، يقدر يمثل نموذج كويس للعيبه. فبالتالي اتمنى ان شاء الله باذن الله الاداء يتغير، النتائج ان شاء الله للاحسن، بحيث ان احنا عندنا شكل حلو لمنتخب مصر فعلا يرجع تاني المكانه بتاعته. ان شاء الله يكون القادم افضل. بنتمنى التوفيق لكل نجومنا ولاعبينا، وبالتاكيد كل سواء كسر او في اي دوري بيشارك فيه داخل او خارج مصر من الدوريات اللي فيها عدد من محترفينا حتى خارج البلاد. وبنتمنى الكل يكون في افضل حالاته وهو بيؤدي بتيشيرت منتخب مصر في المباريات الرسميه في الفتره القادمه، وان الكل يكون في توب فورم او في افضل اداء فني وبدني خططي له، ويكون في علاج للقصور الموجود فنيا عند بعض النجوم اللي شفناها في الفتره اللي فاتت او بعض لاعبي المنتخب، وتكون الاختيارات موفقه وبالتالي بتنعكس على النتائج للأفضل إن شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معنا نجم نادي الأهلي السابق الكابتن حمادة مرزوق. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا أستاذ محمد. نهاية هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. بشكر حضراتكم مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.